إذا بدك رب العالمين يهديك بهالدنيا وفي أشياء كتير مشتتيتك، كن من المتقين. الله سبحانه وتعالى يقول هدى للمتقين. إذا بدك رب العالمين يتولاك وينصرك ويأيدك، كن من المتقين، لأن الله سبحانه وتعالى قال والله ولي المتقين. إذا ضاقت عليك بالرزق وضاقت عليك الأحوال كلها، كن من المتقين. الله سبحانه وتعالى يقول من يتق الله، قال ومن يتق الله يجعل له مخرجا، مخرج من الضيق، قال ويرزقه من حيث لا يحتسب. إذا تتعركس معك كل ما تروح، كن من المتقين. قال سبحانه وتعالى ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا. إذا تعمل أعمال وخايف رب العالمين ما يتقبلها، كن من المتقين. قال سبحانه إنما يتقبل الله من المتقين. إذا حابب تفوت على الجنة، كن من المتقين. الله سبحانه وتعالى يقول إن للمتقين عند ربهم جنات النعيم. وإذا خايف من النار وحاب تهرب منها، كن من المتقين. الله سبحانه وتعالى يقول في أهل النار أو في النجاة من النار، ثم ننجي الذين اتقوا. فالتقوى أولا وآخرا هي التي تنجيك. تقوى الله سبحانه وتعالى تنجيك في الدنيا وتنجيك في الآخرة. طيب كيف تكون من المتقين؟ سنصور عدة مقاطع الآن بإذن الله سبحانه وتعالى عن 10 أسباب تدفعك لتقوى الله سبحانه وتعالى ولأن تراقب الله سبحانه وتعالى في كل قولك وفعلك. إذا تقوى الله سبحانه وتعالى لازمت قلبك، كتير أشياء بحياتك حتتغير. أول شيء حتبلش تعمل الواجبات اللي بينك وبين رب العالمين. الصلاة حتحافظ عليها. نحن ما ناقصنا معلومات إنه شو إنه الصلاة هل واجبة ولا ما واجبة وشو لازم نعمل. نحن كلنا بنعرف إنه الصلاة واجبة، بس شو اللي ما بيدفعنا، شو اللي ما بيخلينا نصلي ونأثر بالصلاة؟ موضوع تقوى الله سبحانه وتعالى. نفس الشيء حنبعد عن المحرمات. كتير من المحرمات متمسكين فيها وما عم نتركها. لو كان عندنا تقوى الله سبحانه وتعالى حنصير نتركها. كتير من الأشياء بحقوق الناس ما عم بنعملها وعم بنقصر فيها، ولربما عم نظلم الناس عشان ما عندنا تقوى الله سبحانه وتعالى. إذا صار عندنا تقوى لله حتغير حياتنا. طيب كيف لحتى نحن نوصل لموضوع تقوى الله ليسكن قلبنا، تصير فعلا من عباد الله المتقين؟ تابعونا من المقاطع المقبلة. اللهم اجعلنا من المتقين. أول سبب لازم تقوى الله سبحانه وتعالى ولحتى يقوي موضوع تقوى الله في قلبك، أنه دائما تخاف من عذاب الآخرة، أنك تخاف من عذاب الله سبحانه وتعالى يوم القيامة. الله سبحانه وتعالى قد قال عن أهل الإيمان إنا نخاف من ربنا يوما عبوسا قمطريرا. لما خافوا من رب العالمين هذا اليوم، قال فوقاهم الله شر ذلك اليوم ولقاهم نظرة وسرورا. والله سبحانه وتعالى قال إن في ذلك لذكرى لمن خاف عذاب الآخرة. حتى شوف قصة قابيل وهابيل اللي منعوا أنه يقتل أخوه، قال إني أخاف الله رب العالمين. فالشيء اللي بيمنعك من المعاصي، بيمنعك أنه تأثر بالصلاة، بيمنع المرأة أنه تشلح الحجاب، بيمنع الشاب أنه يظلم أخوه ويظلم أي حدا، أهم شيء وأول الأشياء أنه أنت تفكر بعذاب الآخرة، أنه في عقاب. موضوع ما حيروح هيك، مش القصة منا سايبة، حنوقف قدام رب العالمين وفي جنة وفي نار. أولا فكر بالآخرة. ثاني سبب بتخليك تتقي رب العالمين أنك تتذكر عذاب الدنيا. قلنا تتذكر عذاب الآخرة، وهل عبالك تتذكر عذاب الدنيا. بعض المعاصي يؤخرها الله سبحانه وتعالى أو يؤخر العقوبة بها إلى الآخرة، ولكن بعض المعاصي يعاجلها الله سبحانه وتعالى بالدنيا، إما لأن الله سبحانه وتعالى يريد أن ينتقم من هذا الشخص كأن يكون ظالم. عقوبة الظلم معجلة بالدنيا قبل الآخرة في كثير من الأحوال، فيقسم الله سبحانه وتعالى ظهر الظالم. واحد مثلا ظلم أخوه، ظلم أخته، ظلم أخواته بالميراث، ظلم حقوق الناس، هذا رب العالمين بعاقبه مباشرة. وسبحان الله في ناس، وهذا السبب الثاني اللي رب العالمين بيعجل فيه بالعقوبة، في ناس الله بيعجل لهم بالعقوبة عشانه بيحبهم، عشان ما يأخر لهم إياها للآخرة، عشان يرجع. كتير من الإخوة أنا بشوفهم سبحان الله بقول لي أنا عملت معصية وناطر الضربة اللي تجيني لترجعني لرب العالمين. بتلاقيه مثلا طلع على النساء، أو امرأة مثلا تكلمت على صديقتها أو شيء، مباشرة تيجي الضربة، يا أما مشكل بالبيت، يا أما بينحرق شيء، يا أما بينكسر شيء، أو بتضيع أموال، مباشرة تيجي عقوبة. هاي العقوبة بسبب إيش؟ ذنب. كان بعض السلف إذا أصابته يعني مصيبة أو صار معه نازلة كان يقول والله إني لأعلم أن ما أصابني أن ما أصابني هو بذنب قد فعلته وما ظلمني ربي. أنت لما تعمل ذنب الله مباشرة بيعاقبك. وكان سفيان الثوري رحمه الله يقول إني لأفعل المعصية فأعلم ذلك في خلق زوجتي ودابتي. باجي بلاقي بارمي عليه، والمرأة بتعمل المعصية بتيجي بتلاقي زوجها قالب عليها. ليه؟ بسبب المعصية. حتى الدابة سيارة بطلت تدور،
ليه؟ عشان نحن عاملين معاصي. فالسبب الثاني بعد الخوف من عذاب الآخرة، الخوف من عذاب وعقوبة الدنيا، فهي عاجلة. السبب الثالث اللي بيدفعك لتتقي رب العالمين هو رجاء الثواب الدنيوي. زي ما في ثواب بالآخرة هنتكلم عنه بعد شوي، في ثواب بالدنيا. انت لما تعمل منيح رب العالمين مباشرة بيغير حالك، لما تنفق سينفق عليك، والحسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف، والله يضاعف ما يشاء. ليس فقط بالحسنات ولكن أيضا بالخلف والعوض، الله هيعوض عليك. لما تجبر خاطر حدا الله هيجبر خاطرك، لما أنت تعين إنسان الله هيعينك وهيعطيك لحتى يرضيك، لما أنت حتى تصلي الله بيسر أمرك، بكل معصلج الأمور عندك الله بيفتح عليك. الله سبحانه وتعالى قال، الله سبحانه وتعالى قال ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرى. الله حيسر امرك ويفتح عليك عشانك انت اتقيت رب العالمين، حيرزقك وحيعطيك وحيغنيك وحيكفيك وحيعطيك راحه البال عشان انت عم تعمل منيح بحق نفسك وبحق غيرك وبحق رب العالمين سبحانه وتعالى. فالسبب الثالث للتقوى رجاء الثواب الدنيوي. السبب الرابع للتقوى انك تتذكر الثواب الاخروي، شو رب العالمين حيعطيك لما تتقي رب العالمين وتبعد عن المعاصي وتفعل الطاعات. بعض السلف كان إذا هم بمعصية يذكر قوله سبحانه وتعالى أذلك خير أم جنة الخلد التي وعد المتقون. كل ما نفسك تدعيك للمعصية، كل ما نفسك تخليك تأثر بطاعة عشان والله أنه أنت والله بدك ترتاح شوي أو والله مش فاضي، أذلك خير أم جنة الخلد التي وعد المتقون. شوف ما أجملها. يعني مثلا النبي صلى الله عليه وسلم يقول من كظم غيظا، واحد معصب وهو قادر على أن ينفذه، قادر يفش خلقه بالله حده، دعاه الله سبحانه وتعالى يوم القيامة على رؤوس الخلائق يخيره من أي حور الجنة شاء. طب أنت مثلا لما تسمع الحديث لحالك هتكظم غيظك، يعني لما تلاقي رب العالمين يقول لك وبشر الصابرين، المخلوقة ابن أو بنت خنقوها فصبرت عليهم وتذكرت وبشر الصابرين، نتأمل إيش البشرة يوم القيامة. السبب الخامس اللي بيخليك تتقي رب العالمين هو خوف الحساب. هيدا بيختلف عن رجاء الثواب ورجاء العقاب وخوف، لا، خوف الحساب. الحساب لحاله بخوف بين ايدين رب العالمين. يعني في معاصي حتى لو نحن عرفنا انه رب العالمين غفر لنا اياها، معاصي سر او تقصير او كذا بيننا وبين رب العالمين، مجرد وقوفنا بيننا وبين رب العالمين وسؤاله عنا وسؤاله لنا عنها، يجي يقول لك يا عبدي لماذا فعلت كذا في يوم كذا، مجرد السؤال يرعب انه انا رب العالمين يسالني عن المعصيه الفلانيه شو بدي اقول له حتى لو غفر لي. يعني كان بعض السلف يقول ويلي ان سالني وان غفر لي. طب انا اذا كيف بدي اخبي اذا انسان بتحترمه انت سالك عن معصيه وسامحك عليها او عن خطا وسامحك عليه بس تسحي منه؟ طب يا حياء انا من الله سبحانه وتعالى ان سالنا عن المعاصي وتقصيرنا. اللي بيخليك تتقي رب العالمين فكر بالحساب يوم القيامة. السبب السادس اللي بيخليك تتقي رب العالمين هو الحياء من الله. أنا بستحي إذا إنسان عيط لي ومرة واثنين وثلاثة وأربعة وخمسة وآخر شيء ما أرد عليه، خاصة إذا إنسان بحتربه. فكيف ولله المثل الأعلى، رب العالمين عم بينادينا خمس مرات باليوم لنصلي خمس مرات ونحن عم نسمع النداء وما عم بنجاوب نداء رب العالمين، ما بدنا نستحي من رب العالمين. مراقبة رب العالمين لإلنا بتخلينا نبعد عن المعاصي. جاء رجل للنبي صلى الله عليه وسلم فقال أوصني يا رسول الله، قال أوصيك أن تستحي من الله كما تستحي رجلا صالحا من قومك. إذا أنت قدامك رجل صالح وتحترمه ورجل له فضله بتلاقي يعني أنت بتستحي تعمل معصية قدامه. أوقات بكون واحد عم بدخن بمرق حد وبخبي الدخان، ليه؟ يعني بيستحي. طب ولله المثل الأعلى، نستحي من معصية الله سبحانه وتعالى، وهذا المقام اسمه مقام المراقبة، أن تراقب الله. فهذا كان سبب سادس. السبب السابع لتقوى الله سبحانه وتعالى هي شكر رب العالمين على نعمه التي أعطانا إياها. من تمام شكرنا على هذه النعم، يعني أقل ما فيها نعمة الصحة والبدن والستر، أنه نحن ما نعصي رب العالمين بهالنعم اللي أعطانا إياها، ولا نقصر بطاعة رب العالمين أقل ما فيها بالواجبات. وهو أعطانا الجسد وأعطانا الصحة وأعطانا العقل، طب رب العالمين أعطانا هالنعم مش أقل واجب أنه نشكره عليها؟ طب كيف نشكر رب العالمين؟ نشكره بأن نعبده كما أمرنا وأن نبتعد عما نهانا عنه. رب العالمين أعطاك جسدا وأمرك أن تعبده بهذا الجسد فتصلي، أعطاك مالا وأمرك أن تعبده بهذا المال فتزكي، أعطاك عينين وأمرك أن تغض بصرك عن المحرمات. فبعد أن أعطاك إياها تنظر للمحرمات. من تمام شكر الله سبحانه وتعالى أن
أن نتقي الله بجوارحنا وبكل ما أعطانا إياه، وهذا من تمام الشكر. السبب الثامن لتقوى الله والبعد عن معصيته هي العلم. يعني أولا العلم بقدر عظمة الله سبحانه وتعالى. الله سبحانه وتعالى يقول إنما يخشى الله من عباده العلماء. أما إذا لم تكن من العلماء فتكون من الجهلاء أو من الجهال. ولذلك يوسف عليه السلام ماذا قال؟ قال وإلا تصرف عني كيدهن أصب إليهن. طب أنا لما إذا أصبيت لهن إيش وأكون من الجاهلين؟ فالمعصية جهل، وكلما ازددت معرفة بعظمة الله سبحانه وتعالى ابتعدت عن المعاصي. طيب أولا العلم بعظمة الله، ثانيا العلم بحقارة المعصية وبحقارة التقصير وأن الدنيا فانية. كل هذه العلوم تجعلك تقترب من الله أكثر وتلازم تقوى الله سبحانه وتعالى في سرك وعلانيتك. السبب التاسع الذي يلزمك بالتقوى أن تسأل نفسك عن مقامك عند الله سبحانه وتعالى. أبي بن كعب رضي الله عنه جاءه النبي صلى الله عليه وسلم فقال إن الله سبحانه وتعالى قد أمرني أن أقرأ عليك، يعني أنا أقرأ القرآن وأنت تستمع إلي. فقال أبي رضي الله عنه أو سماني الله لك؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم نعم. فجلس أبي يبكي. ليه؟ لأن الله سبحانه وتعالى قد سماه. تأمل بمجالس الذكر، قال يعني هم القوم الذين يجلسون في مجالس الذكر يباهي الله سبحانه وتعالى بهم ملائكته، يقول انظروا إلى عبادي فعلوا كذا وكذا. الإنسان إذا ابتلي فصبر، الله سبحانه وتعالى يقول لملائكته انظروا لعبدي. فالسبب التاسع أن تتأمل أين أنا عند الله سبحانه وتعالى، أين مقامي عند الله. السبب العاشر الذي يلزمك تقوى الله سبحانه وتعالى وهو من أهم الأسباب وهو محبة الله سبحانه وتعالى. كثير من الأحكام اللي رب العالمين بيفرضها علينا لحتى يرى مقدار حبنا لله. يعني ممكن الواحد اللي بدأ تتحجب بس تقول أنا يعني الحجاب ببشعني، بس يا رب عشانك وعشاني أنا بحبك بلبس الحجاب. كثير من الناس بدون يزكوا، بس هو يا أخي بحب المال، بس عشانك يا رب أنا حزكي، عشانك يا رب أنا حاتصدق، بتصدق وبعمل هيك بس عشان رب العالمين بدي أرغم نفسي وبدي أتصدق. ليه؟ عشاني بحب رب العالمين، عشاني بحب رب العالمين بدي أقوم وأنا ميت ومشتهي النوم، بس بدي أقوم لحتى أصلي الفجر بوقته. ليه؟ عشان أنا بحب رب العالمين. فأساس التقوى محبة الله سبحانه وتعالى. فأنت لما تحب رب العالمين عن جد عن جد هتعمل مستحيل علشانه، وهتعمل الأوامر تبتعد عن النواهي. هولي كانوا 11 تغريدة فينا الأولى أو 11 مقطع عن تقوى الله سبحانه وتعالى. الإنسان إذا كمش سبب واحد منهم سبب واحد لربما يدفع لتقوى الله. فالقصة زي ما ذكرنا بالبداية ما بتحتاج منك كثرة علم قد ما بتحتاج منا تطبيق لهذه الأمور والالتزام بما أمرنا الله سبحانه وتعالى به. هاي المقاطع ممكن غيرك يستفيد فيها، ممكن يصير يتقي الله سبحانه وتعالى بسبب مقطع واحد من هذه المقاطع أو كلمة واحدة من هذه المقاطع. فبارك الله سبحانه وتعالى بمن نشرها وعممها على الناس. أحسن الله إليكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.